السلام عليكم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم. اليوم ان شاء الله نكملوا في لو سوجي تاعنا اللي بديناه ديال كلكو سيمان، اللي هو على المساجد والعلماء تاع مدينة تلمسان. دونك سوفون هاد العلماء سو اسوسي للجوامع، دونك كي دايركم فوز افي رماركي بلي كي كون جانتربريت ليستوار تاع حل الجامع شو اوبليجي دانتربريتي ليستوار تاع هذاك العالم اللي كان يقرا فيها، ولا تو سامبلومون هذاك الجامع لصق فيه لو نو تاع هذاك العالم. اليوم ان شاء الله عندنا العالم حل عالم كبير تاع تلمسان اللي بزاف تاع الناس ما تعرفوش، واللي سي اون استوار مانيفيك، حكايته شابه بزاف، لو باركور تاعو تري تري بو. جديغي بالك مام سوريتي بلوز انتريسون، ولا سوريتي تري تري انتريسون دو فار حل فيلم عليه، ولا حل مسلسل عليه، ولا بو امبا. مي ان توكا c'est un très 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 grand savant de l'Atlemsan, c'est un juriste, c'est un logicien, il était baigné dans les sciences, dans la charia, dans le fiqh islamique. حكايته elle est très belle. دونك نحكيها لكم اليوم. واسمه il a été donné هذاك l'ancienne caserne هذيك تاع بودو ولا l'ancien lycée polyvalent، عطاو له الاسم تاع هذا العالم الكبير اللي هو احمد ابن زكري. دونك شكون هو احمد ابن زكري واسمه هي حكايته؟ هو اون رياليتي هو كيسمو احمد ابن محمد ابن زكري. دونك باه كان كيسمو محمد بن زكري، هو كان كيسمو احمد. الو ليستوار نتاعو سي كما نقولو مكتوب، ولا كاين شي واحد يقول لكم لو هازار، لو هازار في بيان لي شوز. ليا كالكو طون كنت كتبت حال ارتيكل عليه، قلت له دي فوا نهضروا نقولوا هاد الكلمه، نقولوا لو هازار في بيان لي شوز، لا هاد لو ديكتون، على خاطر سوفون الصوالح اللي نصيبوهم ال سو ميرفيوز، ولا زعما هذيك الحاجه اللي ما كناش نستناو فيها كي نصيبوها باغ هازار اونتر كيومي ايفيدامون. دونك سي حاجه شابه وتفرحنا بزاف. احمد بن زكري هو كان صغير، نعطيكم ليستوار نتاع درو نبداوها. هو سي ان انفون، سي ان جون انفون، كان هاد كان باه مات صغير، وامه هي اللي رفضت الكفاله تاعو، دير امه اللي كانت هي تعتني به. وكان هو كان يخدم في حاله، كان قرا شويه دابخي لي ريسي هيستوري، يقول لك قرا، لافي اون ايدوكاسيون كومام. وكي كبر هاكي وصل حالاج اللي باش يخدم فيه تو، سورتو كي امه كانت بوحدها، دونك يفالي بيان كو واحد يخدم على امه. دونك دخلاته فحال حانوت، ولا فحال محل، ولا حال فابريكا تاع الحياكه، ولا شيزان تيسخو. دونك هو كان يخدم عندو الدراج، ولا كان يخدم عندو الحياكه، ولا لو فيلاج دالان. وحد النهار جا عندو واحد العالم واحد اخر تاع تلمسان لي تانيك نسمعو بيه باسكو اون ايكول بوغ سون نو، لي هو ابن زارو. هذا العالم ابن زارو هو كان يقري، كيقري في الجامع الكبير، لي تي انستالي في الجامع كما نقولو، هو الدروس نتاعو لي كيقدم هكا في الجامع الكبير. جا لهاد عند هذاك لو تيسخون، ولا عند هذاك الحياك، هذاك اللي يخدم الحياكة، وكان دخل عندو جابلو شوية تاع لالان تاع الصوف، وقالوا زعما اسكو تخدم لي هاد الحاجه. بصح هذاك النهار المعلم تاع احمد بن زكري، صدير لو باترون تاع هذاك تاع هذيك الحلحوين تاع الحياكه، ما كاش تما، كان تما احمد بن زكري. كي دخل عليه احمد ابن زارو سمعوا، سمع احمد بن زكري كان يغني، كان يغني، وابن زارو عجبو الصوت تاع احمد بن زكري، وقال سبحان الله هذا الصوت شباب، دوماج كي هذا الولد زعما ما يقراش. دونك خرج له احمد بن زكري وقال له ابن زارو، قال له فوالا هذا هاي الحيه، ها الصوف نتاعي، باش توجدوا لي تعملوا لي الحياه نتاعي اللي نحبوا توجدوه لي. كي جا مع احمد بن زكري قال له صحه، كي جا المعلم نتاعي راني نوصل له الخبر. كي جا المعلم نتاعو، المعلم نتاعو بدا يخدم في الحايك تاع ابن زارو. ام موندوني كملو الصوف، كملت له لا ماتيير. دونك طلب من احمد زكري، قال له روح للجامع الكبير، دونك تصيب الشيخ ابن زارو، تماك طلب منه باش يزيد لنا الصوف باش نكملو له الخدمه نتاعو. احمد بن زكري مشى للجامع الكبير، ايفيكتيفمون صاب تماك الشيخ، وكانت عنده واحد الحلقه تاع التلاميذ متضاوره به، وكان عطاهم السؤال، سؤال فقهي، وما عرفوش يجاوبوا. احمد بن زكري كي سمع داك السؤال، هو يسافي لا ريبونس، يسي بيرمي زعما سمح بنفسه باش يقدم الجواب، وعطى الجواب الصحيح ونخلع فيه ابن زارو.
هي تماك الهضره انطلقت بين الحوار انطلق بين ابن زاغو واحمد بن زكري. ابن زاغو سقسو قال له شكون با، قال له با مات، شكون اللي متكلف به، قال له ما، قال له علاش كتخدم في هذاك المحل تاع الحياكه ولا تاع الصوف، قال له لا، قال له باسكو شو اوبليجي زعما باش نتهلا في ما باش ناكلو ونشربو. قال له شحال راه يخلصك؟ قال له راه يخلصني نصف دينار في الشهر. نصف دينار، الدينار هو بالذهب، هو كان يخلصو النص نتاعو. دونك مشى قال له اجي معايا، مشى عند امه قالها شحال راه يجيب لك ولدك دراهم؟ قالها راه يجيب لي نص دينار تاع في الشهر. قالها خليهولي ندخلو يقرا وانا نخلصك من هذا. ابن زاغو الشيخ قال له انا نخلصك من عندي وندفع لك التسبيح زعما تاع نص دينار في الشهر باش تكفي القوت نتاعك، باش زعما باش تاكل وتشرب بيدو، مي بصح تخليه يقرا. قبلت. دونك ابن زاغو رفدو وقعد ولا التلميذ نتاعو حتى اللي كبر هذاك احمد ابن زكري، وكان هو يسيت انسكري في المدرسه تاع العباد، ولا هذيك اللي يسميوها مدرسه تاع سيدي بومنيس. وهذيك المدرسه تاع سيدي بومنيس تي تري بريستيجيو، علاش؟ باسكو سيتي با نيمبورت كي، سيتي اون تري غروند مدرسه ولا كولاج تري تري امبورطون، سيتي با نيمبورت كي اللي يمشي يقرا فيها. دونك احمد بن زكري هو الى غيوسي ا سانسكريت تماك، وكان عنده الشيخ نتاعو اللي كان يقريه في تماك في الجامع في هذيك المدرسه تاع سيدي بومدين، كان كيسمو محمد ابن العباس. دونك كان كل يوم يمشي متلمسان، ما كانش حاب يسمح في امه باسكو كان يحب امه بزاف، ما قدرش يسمح فيها. دونك كان يفوزي لو شومان كل يوم الطريق متلمسان، يطلع حتى المدرسة تاع العباد، يقرا على يد الشيخ تاع محمد بن العباس، يعاود يولي. حال نهار خلاك طاح الثلج وقطع الطريق والبرد جا والطريق ما زيتي با ديغاجي لي غوت. دونك هو سمع من ما صافش فين يبات. يفو سافوا بلي هذيك المدرسة تاع العباد كان فيها حتى دي شومبر هكذا، دي بتيت شومبر يونيفرسيتي، هذا كما نقولو اون ريزيدونس يونيفرس، كان فيها دي شومبر هكذا ديستيني لي زيتيتور لي كانو يجيو يقراو. دوك كانو يباتو تماك ياكلو ويصليو وكلشي كانو يعملوه تماك. بصح ابن زكريا هذاك الوقت ما كانش عنده هاد لو بريفيليج، اللي تي انسكري بصح ما كانش عنده شومبر لي يبات فيها تماك. هذاك النهار اللي طاح التاج وقطع الطريق هادو، الشيخ محمد ابن العباس كان ماشي لدارو، احمد بن زكريا ما صابش فين يبات. دونك واش عمل مشى يتبعو، تبع الشيخ نتاعو قاعد يتبع فيه. كي وصل محمد ابن العباس لدارو مشى يرقد، احمد ابن زكريا مشى تخبى في الاسطبل اللي فيه كان كما نقولوا الشيخ محمد بن عباس ابن العباس كان يستوكي فيه التبن ويعمل فيه الحيوانات تاعو كما نقول العواد ولا الشيه نتاع كحاط. مشى تخبى فوق التبن ورقد باش يبات باسكو الطريق كتبقى مبلعه، ما بقاش يمشي للمسان. في الليل الخدامه تاع محمد ابن العباس جات شافتو دخلعت صابتو تماك مرمي فوق التبن يبات. قالت له سمعك تعمل هنا؟ قال ما عنديش فين نبات، جيت نبات عند الشيخ نتاعي. مشات قالت للشيخ نتاعو، قالت له فوالا عندك حتى التلميذ راه يبات عندك في التبن، اجي شوفو واش مخاصو. ناض محمد ابن العباس مشى هضر معاه، قال له علاش جيت وهذا؟ قال له ودي انا عندي غير مو بحدها وما عنديش لي مويان باش نبات هنا وباش نبات في المدرسه، وما عنديش حتى لي مويان باش زعما ناكلو ونشربو غارب. دونك محمد ابن العباس مشى هضر مع السلطان الزياني. دونك هذه سيتي لا بيريود دو 15 سيكل بلوز، يقول لك بالك السلطان اللي كان قابل هذاك الوقت الدوله الزيانيه هو كان محمد ابن المتوكل. مشى هضر معاه وقال له زعما اسكو زعما الا تقد تعطي شومبرا لاحمد بن زكري وباش يبقى يبات فيها باش ما يقعدش ماشي وحال النهار ينقطع الشتاء ولا وتح الشتاء ولا تحت تقطع عليه الطريق ويعيش يبات برا. دونك السلطان الزياني عطالو شومبرا وزاد له كومبليتوم اون بورس زعما اون بونسيون هكذا بو كي بويس سوبفونير ا سي بوزون لي بوزون تاع مباه. وقطع له ثاني بقى يعطيه الفحم ويعطيه الزيت والزبده والدقيق. دونك زعما تهلا فيه باسكو شافو سورتو كو لو بروفيسور نتاعو محمد ابن العباس هو اللي انترفونو بيرسونيلمون اوبري دو سلطان زياني.
دونك هذه ليستوار تاع احمد بازكري، وهذا علاش جي تروفي سي بو، باسكو نسيبو فيها كلشي، نسيبو بلي التلميذ يحب امواه، ومام طو العلماء يعرفوا يختاروا، يشوفوا واحد الانسان ولا يشوف واحد التلميذ، هذا يشوف واحد الداهيه، يشوف واحد العالم كبير يختاروه ويرفدوه ويتهلاو فيه، ماشي يسمحوا فيه كما اليوم. دوك السلطان الزياني كي تاني هضروا له عليه وشكروه، والشيخ نتاعو شكر في احمد بازكري، il n'a pas hésité باش يعطي له الشومبره ويعطي له اون بورس ويعطي له لي مويان نيسيسير بور ريوسير. ايفيكتيفمون احمد بازكري دوك يكبر العلم نتاعو ويولي ان تري تري غران سافون تاع تلمسان و تاع تلمسان، ومام بارفوا يقول لك بلي il avait certaine il faisait certains miracles. دوك نعطيكم كالكو زيستوار لي صبتها في البستان، هذاك الكتاب تاع الشيخ البنيتي ابن مريم اللي يهضر على، نخلي لكم لو ليان كوم دابيتود، اللي يهضر على الحياه ولو باركور تاع احمد بازكري. دونك احمد بازكري مات تقريبا في 900 للهجره، ما ابوبخي او لو 2 اكتوبر 1494، وندفن في الروضه تاع سيت السنوسي، استاذير في المقبره تاع المسلمين اللي نعرفوها. واليوم ثاني نعطيكم اون انفورماسيون تري امبورطون على هذا. دونك من بين زعما المعجزات ولا معجزات ولا لي زيستوار انكرويابل، كاين زوج، كاين واحد قال لك واحد النهار احمد بن زكري حتى هو لصقوا فيه ليدي بلي هو كان يطير هكذا، اي سو ترونسبورتي دان ان كلان دوي دان ليو ان اوتر. كساري لو كما اللي كانوا يهضروا على سيدي الحسن ابر كان اللي هضرنا عليه السيمانه اللي فاتت، ولا ابو اسحاق الغوث الطيار اللي هذاك مدفون في العباد السفلي اون الون فيغ سيدي بوغدي. دونك هادي باغ اكزومبل سي تان ميراكل كون اتريبيو لهذا العلو. ياك فهمت قلت لكم بلي سوفون هاد تالمون زعما ليستوار اوتو دان بيرسوناج فورت كو ليماجينار عرب هكذا الى انفونت دي زيستوار، الى انفونت دي زيستوار، اون ايساي بوتيتر ميم دو دوني نلصقوا فيهم حال خاصيات ولا حال امور زعما خارقه للعاده باش نزيدو من الشان نتاعهم. هذا علاش كاين شي ناس اسوجور مازال يامنوا بهاد الصوالح، ومازال هي دي شوز كي سو باس في هذوك لي موزولي تو، بيان كو اون رياليتي هذوك سي جوست دي انفونسيون ولا دي ليجوند. مي بون كل واحد واسمي كومو يل ريفليشي. اون تو دونك احمد بازكري قال لك بلي حتى هو كان يتردد ليو ان اوتر، اي بور ابويي هاد ليدي هذاك حال النهار كان في الجامع الكبير المؤذن مشى يؤذن لصلاه الفجر، وكي دخل الجامع باش يؤذن المؤذن تما في الجامع الكبير ما صاب حتى واحد، دونك مشى اذن صلاه الفجر. ما بصح سوفون كي اذن صلاه الفجر يقول لك الصلاه خير من النوم، ويبقى بوغ موتيفي هكذا باش الناس باش يحرض الناس باش يجيو يصليو الجامع الكبير. ساعة ما جا حتى واحد، دوك البيبان قاعدو مبلعين. ا مومون دوني هكذا يكونو في كي جات وقت الصلاة، مور الأذان يولي أذن عاد نستنى واحد شوية باش نبداو الصلاة. كي جا وقت الصلاة، كي جات الإقامة، سمع اون فوا تدخل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهاديك لا فوا سيتي لا فوا تاع ابن زكري. المؤذن ناضي يجري باش يشوف اسم كاين، فرح زعما شاب لي واحد جاي يصلي معاه، كي شاف ما صاب حتى واحد، سورتو كانوا البيبان مبلعين تاع الجامع الكبير. وسكي تي ان بو كما نقولو ان بو انكرويابل سي كو صاب دي تراس دو با، هكذا كما نقولو لي اثار تاع الرجلين، قالك صاب اثار تاع الرجلين من جهة المحراب، من جهة الباب تاع المحراب، وصاب اثار تاع الرجلين محل باب واحد اخر. سي كوم سي زعما واحد دخل للجامع صلى بلا ما شافو المؤذن وخرج، ساشون كو البيبان كانوا مبلعين. دونك لو سول انديس لي كان عندو سي كو لو فات لي كانت كاينين لي تخاس دو با، وهادوك لي تخاس دو با قالك لي زا اتريبيوي لأحمد بن زكري. تاليك اون هيستوار اون تخي بان هيستوار بينو بين الشيخ نتاعو محمد ابن العباس. قالك حال نهار محمد ابن العباس احتاج الفحم، وزافطو الجبل تيرني اللي فيه كانوا ساكنين بني ورنين، دونك زافطو تما باش يجيبو الفحم، باسكو الفحم تاع بني ورنين سيتي فحم دو تخي بون كاليتي. وهو كي مشى احمد بن زكري مشى عبا الحمير باش يشارجي الفحم ميتو، ساعة في الطريق كي عمر الفحم ميتو الشتا طاحت
شتا طاح دوك تقلت هذاك الفحم، هذاك الفحم كيتقال الحمير ما قدوش يترونسبورتيوها. دونك كيسكي لا في احمد بازكري رفد لمو في الحايك نتاعو ومشى به هكذاك وشتا طيح عليه حتى العباد باش يتلاقى بالشيخ نتاعو محمد ابن عباس، وشافو كي وصل غالك احمد بن زكري وصل هكذا مع الحايك نتاعو الابيض معاه ولا كحل باسكو رفد لا كولور تاع الفحم. يا مسكين محمد ابن عباس فرح به وشافو رفدو وحضنو قالو صحيت وبارك الله فيك. دونك هادي تاني سي 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 لون دي بيل زيستوار كون اتريبيو لا الشيخ احمد ابن زكري. احمد ابن زكري عنده كتبه بزاف الى اكسيليف حتى الى اكسيليف لو سافوار نتاعو. واللي قراو على يدو نعطيكم كاين حل علماء واحد اخر قراو على يد الشيخ احمد بن زكري. من بينهم عندك الامام سيدي احمد الزروق، هذا عندك ثاني احمد ابن زروق هذاك اللي مسميوه الحافظ تادير الحافظ الحافظ تادير لاغيار بوتي فيس. عندك الامام ولد الامام ابن العباس محمد ابن العباس كان كي ولده كان كي اسمه ابو عبد الله محمد لو فيس تاع الامام ابن العباس اللي كان الشيخ نتاعو. ثاني سيدي سيدي احمد بن الحاج المنياوي الورنيدي اللي هو ثاني قرا على يدو، وكان سيدي احمد بن زكري كان سيتي لامي ولا صاحب الشيخ السنوسي اللي هضرنا عليه اللي كالكو طون في حالي فيديو. الوغ دونك واش نبقى لنا احمد بن زكري في تلمسه؟ واش نبقى عنده كتبه بزاف، عنده ان ليفغ فيه 47 فوليوم، عنده ان سو ليفغ فيه 47 مجلد غير على ان تيتخ نتاعو. سيتي كاست ان تري غون سافوار، عنده دي نون بوبليكاسيون، مي مالوغوزمون جو سي با الا وصلتنا غير بالك وصلتنا حال الكتبه نتاعو. مي اون توكا اللي نعرفوه سي كو نعرفوا بلي سيدي احمد بن زكري كان عنده كاين حل جامع وكاين حل حدر كي بورت سون. دونك هذا الجامع فين ماجي؟ ماجي في حومه باب الحديد الفوقي كما يسميوها التلمساني. سي تادير كي تجيو هاد من جهه اليوم يقول لك لا غو باري، ولا تجي هاودي من باب الحديد راكم هاودي من الفوق من باب الحديد تما الدوره دغوت تدخلوا لحد الدروبه تما كاين حل جامع، كاين حل جامع صغير سي اون موسكي تري سان. حتى لو ميناري نتاعها الي ديفيرون على لي زوتر مينار، دونك سيت ميناري حتى هو اون ديري هو حتى هو كاري بصح ما فيه لا ديكوراسيون لا والو، ويشبه بزاف لو ميناري تاع لا موسكي تاع سيد الجبار اللي ما جا في سيد يدو. دونك كاين بتيت موسكي تما كاين هكذا بتيت بلاصات، ودابخي لي زيستوري يقولك بلي هو دارو مكانتش بعيد، دار زعما اللي كبر فيها مع مواهيتو مكانتش بعيد على هداك الجامع. وتانيك ابن زاغو ما كانش بعيد على هذاك الجامع، يوم ميم طون على الحانوت اللي كانوا المحل اللي كانوا يعملوا فيه الحياكه ميتيساج لو فيلاج لالي. دونك هذاك الكارتي في دالمور رفد الاسم تاع درب سيدي زكري ولا درب سيدي بن زكري. واليوم راه كاين هذاك الجامع صغير سامبل الا ايتي ريستوري هذي حل عامين ولا لا سوبي دي ريستوراسيون مي فريمون تري بيتي. و اوروزمون باسكو كي كانت فرنسا كي جات وحبت كومونسي ا اميناجي لا فيلا على حسابها كان ماشي هو هذاك الجامع كان داخل في لا ليست تاع لي مونومون ا ديتروير. اسكو لي طان تاعها كانت مليحه ولا ماشي مليحه مانيش عارف، المهم كانت كاينه حط طرق كانت ماشي تفوت فيها، كانت ماشي تفوت في هذاك الجامع دونك كانوا ماشي يهدمو. والحمد لله كوم بارازا الحمد لله ما تهدمش، واليوم الى فيزيب وتقدروا تمشيو تشوفوه. والناس تمشي يقول لك سي مصلى سي جا مسجد صغير بصح الناس تمشي له بزاف باسكو قرا فيه وقرا فيه الشيخ احمد بن زكري، وتماك اللي كان بارفو كان يتلاقى مع الشيخ السانوسي. وقلت لكم بلي دي فوا الشيخ السانوسي كان يمشي من الصباح ملي يصلي الفجر حتى المغرب يقعد تماك يقرا ويقري ويقرا ويقرا مع الشيخ احمد بن زكري. الو كي تدخل لهذاك الجامع ابارامون بروسلار لو فامو بروسلار اللي هضرنا عليه كاين حالا بلاك تاع الحبوس تما، حالا بلاك تاع الحبوس مكتوبه بالعربيه، وقالك هاد لا بيير مغرافيا في الحيط. وكي تدخل ماجي على لا غوش تاع الباب تاع الدخله. دونك
لو ستيل نتاعها الكتابه نتاعها الي ام تي بو كما نقولوا تحت مخلطه بين الدارجه بالعربيه كما تقريبا كامل لي بلاك تاع الحبوس لي رفدهم لي لي زا ركوبي احمد لي رزا ركوبي بروسلا وتشوفوا بلي لو دوكون ديغي كو هاد لي بلاك تاع الحبوس اون تي تي فات زعما بلوزيور بالك وقتو بالك من بعد وقتو دوك ما نعرفوش دوك وعلى كل حال اليوم دوك نهضر لكم جو في كوم دابيتود نخلي لكم لو ليان بيان سور تاع لا بلاك تاع الحبوس ملتا او ميم طون جو في اليوم ان شاء الله نعطيكم كلكو زيستري باش نفهموا هاد لا بلاك تاع الحبوس زعما جامري سوجيري بالك هكذا الناس لي دو روبروند هادوك لي بلاك تاع الحبوس مثلا زعما في كو لو ستيل نتاعها تري ديفيسيل ا ليغ il faut vraiment un spécialiste لي يفهم في الكتابه تاع بكري دونك علاش ما يعملوش هكذا اون بيتيت ماشي بلاك ولا جوست اون فاي هكذا كوتي يلصقوها تاع هذوك لي بلاك تاع الحبوس باش الناس كي تدخل تقد تقرا تقد تفهم تقد تقرا واش مراه مكتوب هذيك لا بلاك ماشي غير يشوفوها هكذا محطوطه ولا معلقه مي هكذا تيتر د انفورماسيون بور كو لي جون بويس سانفورمي اي تاني ديكوفرير ليستوار تاع هذاك الجامع سورتو باسكو هاد الحبوس زالي فوار بلي ما كانش لي شوز اللي حبسوهم على هذاك الجامع ما كانوش غير في تلمسان مي سيتي ان بو بارتو في لا ريجون تاع تلمسان اونتيير الوغ دونك هذاك الحبوس اسمي شنو قلنا قلنا الحمد لله بيان اماكن حبوس جامع سيدي زكري بيان اماكن اماكن صافي لي ليو اللي حبسناهم على الجامع تاع سيدي زكري يقول لك البراج الكبير سكاف سكاك هاد البراج دي تور لي غران تور لي كانوا لي حبسوهم في السكاك السكاك هي هذيك الجهه اللي ما جات تحت الحنايا واللي هضرنا عليها لو في لا فاموس باتاي تاع السكاك عاد يقول لك مثلا الفنيدق في طيطن سده هاد الفنيدق سي ان بوتي بالك سي ان فنيدق سي ان بوتي فندق سيتوي في حاله ريجون اسمها طيطن لا دوك كاين بزاف الاسومه لي مشاو لي اون لي زا بيردو بصح الحبوس اون سوف غاردي هاد لي نو هاد لي نو لازم تاني حتى لازم نحافظوا عليهم مادام الحبوس حافظ على الاسم دوك الاسومه لازم حتى حنا نحافظوا عليهم يقول لك عاود فرد في بقره شركه ولاد الساحليه تسمى بالحركات ثم السكه تحت الحنايا دي شوز حبست تحت الحنايا عاد يقول لك ثلاث خماس شركة جامع سيدي مهماز دوك هذا جامع سيدي مهماز ا ديسباغو تسمى الضايع ثم السكة تسمى الفرد الأحمر ثم دار عوالي بنت الشحم ثم دار أخرى الذي كان فيها بنت زينت مشات ثم رفعت الكيس ثمن فيها ثم جنان مزروع الربع والخروبة ثم في جنان العديسي هاد الأسوم شركة بنت قر مصطفى 15 درهم ثم فرو بن قمر في القلعة ثم فغرس بن منديل ثم ثنوبة المصب ثم في حانوت بوزينة في القيسارية ثم الثوم في جنان عزوز شركة السيد محمد السنوسي ثم الخام ثم الخموس في ملك حمو بن موسى دونك هادو كامل هاد العسومة راكم تشوفو بلي ما يجين ان بو باغتو في تلمسان وكاين الأراضي كاين الحوانت كاين دي تور هادو لي تور جوبونس كانو ستوكيو فيهم الصوالح أو تيتي يوتيزي كوم دي سيلو دو ستوكاج عاد يقولك قلة زيت قلة تاع زيت عند بن عاشور جزاء في جنان الواد في إمامة ثم حانوت في القيسارية على قراءة الحزاب ثم 84 دراهم في المرج في جنان باب حسن القاضي حبس على اذان الاوقات الخمس ومن بدل وغيره فالله حسيبه دوك كانوا يحبسوا حتى للمؤذن الاذان اللي كان يقام زعما خمسة مرات في النهار عاد يقول لك حمو بن موسى في الحنايا شركه حمد اسطنبولي مزروع في عين الحوت شركه بن داني يحيى جنان عزوز في الصفصيف جنان العديسي في الكيفان دراز الحاج جعفر بن بوكلي حسن عند باب القيسارية حبس على مقابر مصطفى خوجة بن تركيا وكان يحبسو تاني على المقابر مثلا هادو يافي دي مورسو تاع التيرا وجنانات وتانيك دراز تاع هذا يحيى بن بوكلي حسن عند باب القيسارية محبس على المقابر تاع مصطفى خوجة بن تركيا
وعاد يقول لك ولعنة الله على من يأكل حق الحبس وينتغم منه. وهذا في رجب عام 54 و100 و1000. دونك هذه سايتي في dernièrement à peu près 1154 تاع الهجير. Donc ce qui correspond à peu près à 1741 de notre ère. Donc هنا vous voyez bien بلي الجامع هذا كنا بنا في 15 سيكل وهذا الحبس ما عملوش حتى 1741 18 سيكل استادير ا بو بري قرن قبل ما تدخل فرنسا لا زعما وقت الدوله العثمانيه اللي كانت فرض السيطره تاعها على الجزائر اي سورتو هنا تصيبوا هذاك الاسم بيان سور لهذاك مصطفى خوجة بن تركيا خوجة هذا سي مينيس ولا سي ما نقولوا هذاك اللي il faisait partie de l'administration ottomane نسيت الخوجة en tout cas هذا le mot خوجة c'était pas un ministre c'était quelqu'un qui c'était un personnage c'était un انسان اللي كان يلم les impôts كان en tout cas donc هو il faisait partie de il faisait partie زعما هو كان ايزي زعما كان مرفع خوجة دونك في بارتي دو غوفرنمون سورتو البايلك تاع تلمسان بن تركيا سي تادير كو موا كان تركيا بروبابلومون دونك هذا على الحبوس اي كوم جي لي دي بلي الحبوس سي حبسنا ان بو دو تو ان بو بارتو على هذاك الجامع وفي التالي يقول لك لعنة الله على اللي ياكل من الحبوس ويغتنم به Donc, est-ce que les choses qui ont disparu, les choses qui ont été mises d'un point de vue religieux, je ne sais pas, mais ce n'est pas mon champ d'expertise. Mais en tout cas, les gens doivent faire attention par rapport à ça. Alors, d'après le livre Ibn Maryam al-Bustan, Cheikh Ahmed Ben Zakri Medfoun, مدفون في الروضه تاع السيد السنوسي ماشي بعيد عليه وعنده تانك حق حوينته مانيش عارف الا راه باقيه بصح نورمالمون راه كاينه حوينته تما ماجيه ادغوات على السيد السنوسي الوغ بروسلا كي كتب الكتاب نتاعو كتب باللي الشيخ السنوسي مات محجيها يسميها يبدا في يبدا علاش في يبدا باسكو حتى الميد نتاعو حش الشيخ تاع الشيخ ليلاب تاع الشيخ السنوسي كي سابال الشيخ الحاج احمد بن الحاج مدفون تما دونك بروسلا غلط قال لك بلي زعما ايتون دوني بلي تلميذ تاع احمد بن زكري هذا الشيخ بن الحاج مدفون في يبدر دونك حتى احمد بن زكري مدفون بيطر مي سيتي اون ايرور اي كوم بار هازار بروسلار الى كوريجي سيت ايرور علاش باسكو حنا بروسلار كان كان هكذا اللي سي دو رابورتي يكتب هادو لي انسكريبسيون عرب لي صابون في تلمسان مشي في الروضه تاع سيت سنوسي سورتو ابري لو لي لادمينستراسيون فرونسيز على نيتواي هذيك لا ريجون دونك القبر الحوينته تاع الشيخ احمد بن زكري بانت وهو كي مشى صاب لي القبور تاع احمد بن زكري كان تماك و الى في اون دوزيام بوبليكاسيون في لا ريفو افريكان و يل سو كوريجي على هادي على القبر تاع الشيخ احمد بن زكري و الى رابورتي اون انسكريبسيون و اسم مكتوب في الشهاده تاع الشيخ احمد بن زكري كاتبين هذا قبر الشيخ الفقيه الامام العالم المتفنن السيد ابي العباس احمد بن محمد بن زكري المغراوي توفي رحمه الله اوائل صفر عام 900 دونك عام 900 سا كوريسبون اكزاكتومون ا سو كو ابن مريم ا رابورتي في لو ليفر نتاعو و سورتو هنا اون فا ريليفي اون اوتر انسكريبسيون تانيك في لوتر بارتي تاع الشهاده نتاعو اللي ما جا عند رجليه كاتبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette inscription? donc on peut dire بلي كاين deux choses qui sont retenues في هذه الانسكريبسيون تاع الشهادة تاع سيدي زكري. الأول كاتبين المتفنن ça c'est un mot très fort. ça veut dire بلي c'était un érudit consommé.
وهو زعما كان هو كان يتفنن في العلوم، هو كان يتفنن في العلوم، كان متفنن في العلوم. دونك هذه الحاجه الاولى اللي ما سالي دابري بروسلا ما صبناش هذه الكلمه مكتوبه في لي زوتر ايبيتاف اللي رفدهم بروسلا كي كان يكتب لي ليفر نتاعو تاع لي ايبيتاف لي انسكريبسيون اغاف في تلمسه. وثاني كنصيبو ان دوزيام ان دوزيام مو ولا كلمه الزوجه اللي هي احمد بن محمد بن زكري المغراوي. دونك نودون هنا ثاني لوريجين تاعو كوم كو سيتي اون اوريجين امازيغ من لا تريبو تاع مغراوا كوم كوني اي سورتو سيتي لي مغراوا لي كانوا انستالي في تلمسان قبل ما لي دوبي دي سيك لي قبل لي نهار لي جا دخل عليهم ادريس الاكبر وقبيله مغراوا بايعت ادريس الاكبر اللي كانت انستالي من جهه تاع لاكادير في تلمسان. دونك الشيخ احمد بن زكري هو الشيخ اصله من تلمسان ومن قبيله تاع مغراوه اللي كانوا انستالي في لونسيان فيل تاع لاكادير. دونك فوالا سو كون بو دير على الشيخ احمد بن زكري الله يرحمه وينفعنا بالعلم نتاعو ان شاء الله. Donc merci pour votre écoute. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va aborder. Donc je vous conseille tenir la mosquée à Lyon, n'essayez de s'enlever et tout, halloua, parce qu'à un moment donné, qu'elle est belle. Donc je vous conseille, Inch'Allah, d'aller s'enlever fiha ou t'chemo rihet Sheikh Ahmed Ben Zakri fiha. Allez, salam alaikum, sahaf torkom, sahaf hurkom, on le croit comme à la semaine prochaine. Bislam, salam.